اليوم حيكون عندنا فتح علبة تطور الوميض اللامع وميض الظلام للاعب ضاري أصلي من تكارتومي من جزء الإفليوشن. فلنبدأ بفتح علبة البلبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيب ليتو فتح علبة وميض الظلام أو المعروف بالوميض الكابوسي. بلبل وميض الظلام للاعب ضاري أصلي من تكارتومي النسخة الحصرية اللي هي نسخة 2017 اللي هي يعني ما هي جاية من شركات زي يانج توي وتوي برو وهذه الشركات نسخة نادرة يعني تعتبر نسخة نادرة من 2017 موجودة شباب يعني صنعوها في 2017 عرفتوا كيف؟ فهي من نفس تكارتومي يعني جاية من نفس الشركة على طول اللي مونسترز عارفين كيف؟ فما في أي شركة يعني غيرت في العلبة وفي ورق التعليمات وشي زي كذا. وميض الظلام زي ما يسموه سبيستون. صراحة أنا جدا متحمس لهذا البلبل. طبعا زي ما انت شايفين نشرح لكم كذا بشكل سريع. جهاز إطلاق سوبر كينج يعطي شكل يعني والدرايفر متعلق بالبلبل وطبعا عشان هو داش فحطيناه وكل تطورات الوميض. الوميض اللامع وميض التيربو وميض السوبر كينج أو الوميض الغاضب. هذا ما فتحناه ولكن بما أنكم وصلتوا ولله الحمد 3000 لايك في ذاك المقطع حاليا وبصورة هذا المقطع بس 3000 لايك. فأتمنى منكم شباب انكم يعني تضغطوا على زر اللايك هذا المقطع اذا حابين انا شوف ما اجبركم اذا حابين نفتح بلبل وميض او لا برق المجرة وصل المقطع هذا اكبر عدد من اللايكات. طب ما عليكم ما قطع انا مغيرها باش انا اقدر اوقف البلبل. فاذا حابين وصل المقطع لاعلى عدد اللايكات تمام. بعد ما خلصت من هذا الجهة الحين هنا طبعا عند العلبة اللي احنا بدنا نشرح عنها كل شيء وهنا عندنا الجزء الثاني من نفس السل اللي كان صور فيه وحطينا خصوم البلبل يعني جمع خصم خلينا نقول خصوم تمام. عندنا اللهيب السيف الشجاع واللهيب النابل اللي هو اللهيب الصوف والسيف الوهاج. فاحنا اساسنا يا شباب سمينا هذا بلبل الوميض المظلم وسبيستون ايش جو سووا سموه وميض الظلام. فالاسماء كانت متقاربة ولكن اغلبكم كان يقول انه اسمه الوميض الكابوسي وهذا شيء خطأ. تعرف لما اقول اسم بلبل انا واقول لكم سبيستون حسميه كذا ترى من جيت حسميه كذا او قريب من هذا الاسم. فاللاعب ضار زي ما قلت لكم وهذا ترجمة البلبل اعتقد انكم ترجمتوه طلع الوميض الكابوسي ماني متأكد بالضبط. فالحين خلينا نبدأ بس قبل نبدأ وكالعادة اشتراك شباب عشان اشتراك حيدعمنا مرة كثير يعني احنا نعرف انه اكثر من 70% منكم حسب الاحصائية اللي طلعنا من اليوتيوب مو مشرف قناة فاطلع لكم الاحصائية هنا او هنا. فاتمنى منكم تشتركوا القناة شباب لان هذا الشيء يدعمنا ويحفزنا ونفتح علب اكثر للبلابل. وزر اللايك اذا حابين انه يعني ننتشر المقطع عن كل محبيه البيبوت والبيبلات في الوطن العربي وتحفزونا بزر اللايك مره كثير. ودحين طولنا في المقدمات يلا نبدا بفتح العلبه. فنبدا طبعا اول شيء بالعلبه من الخارج وعندنا اول شيء حاطين الوميض المظلم اكيد وقاعد احط مين هنا في علامه شباب المفروض نقعد احط بلبل لكن مو واضح البلبل اللهيب الاسطوري اللهيب والله من هنا مو واضح الاسود حق اللهيب شوفوا عموما الوميض مرة قوي شباب بلبل وعندها طبعا بلبل مكون بس من قطعتين يعني بدون ديسك يعني مو زي باقي البلابل ثلاثة قطع يعني لاير ديسك درايفر. دقيقة دقيقة حطلع لكم صورة العلبة اللي من توي برو فوق على اليمين كيف انت بس تشوفوا يعني العلبة من الخارج. وهنا عندها طبعا اللاعب ضاري في جزء الإيفليوشن ونايت مير لونجنس طبعا يعني اسمه بلبل بالانجليزي وتكارا تومي والكود هذا اعتقد تفتحوا البلابل وكذا وبي 97 هذا بلبل رقم 97 اللي نزل في العالم ما انت شايفين اوكي شوفوا هذه هي بي 97 يعني البلبل رقم 97 اللي نزل في العالم نفس اللي عرفت اول بلبل من بيرس نزل في العالم صراحه ما اعرف ليش اوكي ليش دخل شجاع منتقد لا شجاع المنتصر اوكي شوف طبعا هنا نمط البلبل الهجوم البلبل من دوران اللي سابق بنظام البيرس سيستم. فهذا هو كل تعلق عن العلبة من الأمام طبعا ما في شيء من هنا من هنا شوف كيف هنا حط لكم جهاز الإطلاق وحط لكم هذه الحاجتين اللي حنشرح لكم عنها التنانين في البلبل التنانين المعدنية. هذه هي نفس طريقة الديسك اللي هو هنا فين الديسك حولوه التنانين فالبلبل مرة قوي شباب أسطوري وحتشوفوا كيف طريقة حتدهشكم ترى. فعندها طبعا من الجهة اليسار حاطين تنانين وشرح ما بحرق عليكم والبلبل وشرحين عنه بالياباني وكذا. عندها حاطين قطع طبعا اللاير الدرايفر ما في ديسك شوفوا وجهاز الاطلاق. بعدين من الخلف اوكي من الخلف في شوية كلام هنا عندها طبعا التنانين اللي حاطينها يعني هذه برضه حشرح لكم اياها في المقطع ما ينفع اشرح لكم اياها بالكلام شباب.
هنا حاطين فين طاقات البلبل. طلع البلبل هو البرق الصاعق. يب شوف البرق الصاعق. فين طاقات البلبل؟ شوف هذه طاقات البلبل. حيطلع لكم الترجمة الحين. حتشوف كيف انه البلبل شباب من جد من جد شوف قوي. شوف الهجوم شوفوا قديش. طالع زي المسطرة. طبعا هنا عندنا اللاير اللي اسمها نايت مير لونجون زي ما قلت لكم اللي هي NL. النايت مير وهذه تخسر. لما يكون جميل. على طول البلبل طالع على الهجوم بدون ما يكون عنده متفرعات للدفاع والتوازن. فالبلبل تعرف انه حيكون هجومي ولو نزل الدفاع على طول بصقعة قوية حيوقف. طبعا دافا اسمه دافا ديسترويد فاللي ما يعرف يعني هذا قلت لكم هو. ونفس الشيء اللي وميض الغابط بس هذا داش وهذا مو داش. وسابع عندنا ثلاثة درايفرات اصلية من هذا الدرايفر اللي هو ديسترويد واثنين منهم داش شباب. كيف شوف هنا يقول لك يمديك تتبادل قطع خفاش الليل مع الشجاع المتخذ. وهنا طبعا كاتبين الكومبو وانا هذا مقطع سويته قلت لكم اغلب الكومبوهات للبلابل وكذا. فاللي حاب يشوفه يا حتلاقوه في تحت صخات الوصف او حتلاقوه في علامة الاي الموجودة هنا او في جهة ثانية ماني عارف بالضبط. فخلاص طولنا في المقدمات دحين نفتح لكم نستعرض لكم الاشياء الموجودة داخل العلبة. شباب البلبل نحن فاتحينه فتح سابق. فطبعا من يوم ما حنفتح القطع كلها حتطير لانه الكيس اللي جوا مشققة وانا بالقوة دخلتها. فهذا يعني كذا على السريع نقول لكم عشان لا احد يقول. نفتحها من هنا طبعا. كبير. بعدين طبعا حاطين هنا حق الايش عبد الرحمن حق البيلوجا. وبعدين حط على البيلوجر عشان يعني اذا كان بيضه تضمير. فزي ما شفتوا مشققة. ليه كذا هو اوكي شوف كيف. حتى الوميض مفكوك شباب جوة العلبة. العلبة كذا تصير فاضية. هذه تصير الأجزاء هو تقريبا أصلي عشان تعرف إنه أصلي. شوفوا أصلي. لا لا كيف تعرف إنه أصلي كان من التومي علامة التومي الموجودة. من المسامير مغلقة. شايفينها شباب؟ تومي شايفينها؟ على إنها أصلية وكذا. فهنا عندها طبعا كل شيء كان مشقوق في الفتحة الأصلي اللي كان بدون أي شرح اللي هو الماضي القديم الصعب شباب والله كان ما نسمع عن بلابل ولا شيء. كذا عندنا وكذا يكون تقريبا يكون بلابل هنا في النص اللي هو بس اللاير والدرايفر. هنا طبعا الكيس اللي يكون متضمن بلابل مع جهاز اطلاق اللي ما فتحناه غير اليوم شباب. شايفين اول مره نفتحه بس. والاستيكرات مع ورقه التعليمات المفكوكه وال ابيب كوفيد اللي جاي على شكل طويل. اقول لهم ليش عبد الرحمن؟ عشان علب توي برو يكون دائما صغيرة وما في مكان للريب كورد فالريب كورد يكون معفط. فلما يجيك زي كذا عشان العلبة تكون مستقيمة وفي مكان فعشان كذا يجيكم الريب كورد بشكل يعني عمودي مو متعفط كذا ما ادري كيف. فهذا هو السبب. فلما نجي نركب اول شيء جهاز الاطلاق حتلاحظ انه ركب بكل سلاسة شباب يعني كذا شيء سهل وحيتمام بكل سهولة مو زي طلقات توي برو اللي تجي كذا لما تجي ترمو في هنا عكفة تكون كذا فلما تيجي ترمي تحس فيه قوة بعدين يطلق البلبل عرفت كيف؟ طبعاً هنا استكرات ركبناها طبعاً بس هي شوية كذا ورقة تعليمات بتأكد إذا فيها كود كود اوكي. عموماً البلبل عبارة عن لاير درايفر فقط اوكي. شوف ورقة التعليمات هذه ورقة التعليمات اللي بيوقف يقول لك كيف تستخدم بلبل الوميض ولا بلبل جديد من النوع الجديد هذا. من هنا كمان تعليمات زيادة. وقف وقف ايش هنا ايش هذا ايش هذا؟ هذا والله شدني شباب ايش يعني والله اني ما فهمت شيء. اه يعني يقول لك انه الوميض ما ينفع لليد اليمينية توقع. ما علينا يعني شباب احنا فاهمين كل شيء في الوميض. فدحين احنا وانتم طبعا اكيد انتم فاهمين كل شيء في اليومير البيبليدر شباب. فدحين راح نبدا بالشرح عن كل القطع يا شباب. هذا هو البلبل بعد ما نظمناه وخرجناه من العلبه اساس ان نبدا نشرح عنه. فيلا نبدا. فنبدا باول قطعه ما حنبدا باللاير زي الباقي حنبدا بالدرايفر. درايفر الدسترويد شباب اسطوره طبعا ذا شويه قديم فحتلاقوه شويه دايب ولكن احنا حنجيب لكم الجديد اللي هو من نفس الوميض. يا ساتر داش طبعا شكل تلاقوه قوي كذا حيكون الشكل اوكي. انتم شايفين الجوده هنا يعني ما هي كويسه بس عشان نحن مزومين ولما نقرب لكم الاشياء تبان واضحه. شايفين كيف جاي هنا على شكل نار وشادوران حر وهنا على شكل زي شمس شباب فكانه كله شمس او نجمه يب. فاقول لكم الدرايفر هذا ايش حيسوي.
طبعا هو درايفر هجومي ولكن في القدرة على احتمال عالية. ليش؟ زي المنجل الجارح ولكن هذا بشكل أقوى لأنه حيكون متوازن. فالقطعة اللي في النص هذه حتخليه هجوم لأنها مدببة وجعل شكل نجمة، وفي نفس الوقت ثقل الدرايفر مع كبره حيعطيه قدرة احتمال. ولو كان داش عادة، طبعا هذا داش الأحمر زي ما انت شايفين، هذا حق الوميض ونفس الحد زي اللون الذهبي لو ملاحظين شايفين الزوم براك الذهبي. لو البلبل اللي عندكم دفاعي وما حيصقع في الوميض، الوميض حيفوز، لانه لو صقع في الوميض الوميض حيكون خفيف وقاعد يترنح، بس انه حيديك فترة اطول. فنفس درافة الوميض لو انتم شايفين كيف دايب شوية من الاطراف من جهة الشمس، ولونه كحلي ترى ما بحلو عليه كذا لمعة زي كذا يعني. شوف كيف الدرايفر هذا الشيء لما يجي على حافة الحلبة يديه سرعة يعني اسرع من الوميض كذا، يعطيه سرعة ايجابية ويعطيه تباطؤ سلبي. ليش؟ لانه هو قاعد يدور، فلما يكون عندك دورانين مع بعض احتكاك الحلبة مع هذا الشيء يصير الاثنين يدور في وقت واحد فيعطيه سرعة وتباطؤ. شوف كيف النجمة اللي هنا، هنا الدحين مرة واضحة، شوف كيف شكلها جميل. شو اوريكم النجمة اللي في الوميض اللامع، تقريبا هم شالوها من هنا وحطوها هناك وضاف عليها شيء مدور كبر الدرايفر. هذه الفتحة اللي انت شايفينها سكروها فتحة كده بسيطة. فتقريبا هذا هو كل تبجرفه عند الدرايفر، انه يعطي قدرة احتمال من هذا الكلام وهجومي وكذا. وعندنا اللاير، اوكي اللاير بقاله شوية وقت فلحظة الحين نرجع لكم. لاير وميض الظلام، اللاير الغريبة اللي بدون ديسك، اللاير اللي فيها أربعة أجنحة للهجوم، اللاير الثقيلة جدا جدا، أثقل لاير في جزء الإيفوليوشن، ولكن بحكم إنها غير عن النظام الطبيعي للبلابل فما يعتبروه الناس لاير، يعتبروه اندماج لاير وديسك. فلو أنت عندك السيف الوهاج وتبي تقارنه مع الوميض، ما حتقارن اللاير السيف الوهاج مع أجزاء مع الجزء العلوي مع الوميض، خلينا نسميه الجزء العلوي ما نسميه اللاير، لانه عبارة عن لاير وديسك مدمجين مع بعض. فلما تيجي بتاخذ السيف الوهاج لازم تدمج معاه بلبل السيف الوهاج وديسك السيف الوهاج، فالاثنين هذول هم اللي حيعطوك فرق الوزن. فطبعا بعد شوي حنوريكم مناطق الهجوم. يب، فيلا الحين خلينا نبدا. شايفين اللاير شباب كعبد الرحمن؟ شوف كيف، لاحظوا شباب تنين هنا كده. نبدا من هنا، اول صقعه حتجيك مثلا بلبل يميني حيروح كذا شويه وحيأثر على البلبل الثاني، بعدين حيمشي شويه. اوكي نعيد الشرح، شوف كيف هو حيدور بالطريقه اليساريه. فلو انتم ملاحظين لو في بلبل يميني فالبلبل حيتاثر من اربع جهات ورا بعض لو كان ضربه مزدوج. شوف كيف، اول شيء من هنا واحد يمشي يجي التنين، اثنين بعدين هنا حيكون منطقه كويسه للبلبل انه يهاجم، البلبل ضده يهاجم، وهذا المنطقة الثالثة، وهنا عندنا المنطقة الرابعة. ولكن السر مو هنا في هذا البلبل، لو كان كذا في المنتصف شباب شوف ايش حيصير، اربع ضربات متتالية قوية جدا جدا كمان جدا. هذه المناطق الفارغة حتصقع كمان في البلابل، ولو تشوف كيف الثقل اللي في المنتصف حيعطيه ثبات، يعني حيصير بلبل رزين شباب. وعندنا لو البلابل جو ضربه من هنا، هنا حيكون عندنا اثنين وحيكون عندنا هذه الحافة المدببة، فلو دخل جناح الشجاع المنتقد هنا الله يعينه من جد. شوف دحين شوف كيف جات صقع البلبل فصار كذا، الوميض ما يهاجم الا دحين، الوميض ما ما يتحطم شباب. شوف الكليك الاخير حقه يكون كذا ما يتحطم يعني. طب فالهجمه هذه حتكون مره قويه. ليش؟ لانها حتكون عباره عن هذول الاثنين مع بعض، فحتكون هجمه متواصله طويله جدا 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 شباب. حتكون يعني هجمه تدفع البلبل، يعني هجمه فارقه في النزال. أن الهجمة هذه إذا أنت وصلت لهذه المرحلة من الوميض وكان سرعة دورانك ممتازة فأنت كده تضمن الفوز. نوريكم إيش هذه المنطقة، شوفوا هذه المنطقة اللي هي هذه، شايفين العريضة اللي في النهاية اللي على اليمين؟ أيوة هذه، لأنه في بعض بلابل كذا إحنا شوية شايفين الوميض مثلا إجا معاه ديسك، فهذه منطقتين للدرايفر بس هم ركبوها في نفس اللاير فعشان كذا. أوكي دحين نروح للتيث، طبعا تيث زي ما شايفين هذيك المنطقة اللي على اليمين. كابتن قادر فوكس المنطقة هذه اللي على اليمين لو ملاحظين، شوف شباب لحظة شوفوا هذا، ترى هذا مسنن واثنين بعدين كذا فراغ في المنتصف يعني غميق، بعدين كل هذا مسنات. ليش؟ عشان يقدر الوميض يسوي الحركة الخاصة حقته. بس لو جاته ضربة قوية من اللهيب مثلا، الوميض هو مسوي كذا حتجيله ضربة من هنا فحيتبرست. فالحين نبدأ نركب لكم بلبل، سمعكم التيث
سامعين مره ضعيفه، نادر انه يتبسط نادر انت بس تيب. فجات الضربة خلينا نقول من هنا، طبعا هو بيكون شوية قصير في الحلبة، فهذا الشيء يساعد بلعب الهجومية عشان نضرب في الديسك كذا. واحد اثنين، بعدين هنا في مسافة بدون ديسك شباب شايفينها، شايفين يعني ممكن البلبل يرجع، ممكن يرجع ويدخل مرة ثانية. ما في اي تيث، في مسافة. ليش عبد القادر في مسافة؟ انه هو في الانمي يكون كذا شباب، شوف هذا على الكليك الاخير ترى، فاي ضربة شوف كيف هنا كذا خلاص. طبعا البلبل ما عنده مناطق هجوم عشان كذا تيثه ضعيفه. لا عنده مناطق هجوم بس ما هي مره قويه. لا مناطق قصدي يهاجمون البلبل منها، ياب يعني مناطق دفاع خاصه بالبلبل نفسه اللي هو يومير. فتقريبا هذا كل شيء انتم تبغوا تعرفوه عن هذا بلبل الهجوم الاسطوري. مع النزلات حيوضح لكم كل شيء اكثر. خلينا على الاخير نشرح اخر نقطه في البلبل واللي هي يعني اللاير. واحد اثنين، بعدين عندك مسافه شوف فاضيه. شوف المكان المتوازي هنا، شوف المكان المتوازي، شايفينه؟ شوف كيف متوازي. فيصير هنا، شوف كيف هنا في صقعة أسطورية. ترى حتى الأزرق عبد الرحمن، شوف الشباب الأزرق الموجود تحت ترى عبارة عن أشياء مسننة شباب، لو أنتم لاحظين متوازية مسننة كمان. شوف يعني هذه كلها تعطي ضربات أثر على البلبل، فالبلبل هذا يعني إن شاء الله مستحيل ينكسر لأنه بإذن الله التنين حيمشي على كل الزرق هدولة، فما حيصير حاجة لو جاء الضربة تيجي على التنين. أتوقع أنكم تبتعرفوا عن هذا بلبل، ودحين جاء وقت قياس أوزان القطع، فيلا نجيب الميزان ونبدأ بقياس أوزان القطع. أوكي فنبدأ بقياس أوزان القطع، ونبدأ أول شيء بالدرايفر نوع القطعة الموجودة، فستة جرام واثنين وستين. طيب الداش هل يفرق ولا لا؟ الداش 6 جرام و81. ليش؟ لأنه هذه كذا معدن غريب فتحت الثقل اللي موجود داخل الداش. طيب نشوف حق الشجاع المتقد 7 جرام، كل شجاع هو أثقل واحد فيهم لأنه فيه الريبو. يا ساتر شباب بسم الله. اللير كم حتطلع؟ 36 جرام و82. قلت لكم حتكون مرة ثقيلة شباب بالنسبة لليرات في اليوشي. شوف اللير الشجاع، بس اللير الشجاع اوكي، شوف اللير الشجاع شباب 10 جرام، هذا 36 جرام، فرق بينهم 20 جرام. نشوف الشجاع مع الديسك 34، برضو اللير هذه أثقل، فتحسوه كذا أثقل بكثير، أثقل من أي لير. البلبل ككل حيكون وزنه 43 جرام و42. شوف السيف اللي هاج مع الديسك 36 يعني نفس تقريبا نفس الوزن يب. طيب البلبل ككل 43 و51، هذا كم كان 43 وتقعد 80 كذا 43 و43، يعني السيف اللي هاج أثقل من الوميض، يعني تقريبا نفس الشيء، فرق أشياء بسيطة. كيف هذا هو الترتيب حيكون. فالحين نروح للنزالات شباب. فاول شيء حنبدا به هو تجربه دوران البلبل على الانفراد. فيلا زي ما قلت لكم راح يكون هجوم مره قوي. شايفين الشيء اللي قبل شويه؟ لو صار احتكاك مع الدرايفر، لما الشيء المدور اللي وريناكم هو يجي على حافه الحلبة، شايفين كيف كانت ضربه مره قويه. فيلا نبدا بشجاع المنتصر. اوكي 3 نقاط. واو بيرس فينش عالم الميض المظلم او الميض الظلام. يلا نروح للهيب الاسطوري امين. اوكي تجيب من جوله واحده يلا. اوكي الفائز هو الأمير. نروح للأمير لوفي. 3 نقاط. اوكي الأمير. اي بيرت فينش الاسطوره الوميض او الوميض الظلام او الوميض المظلم. فالليث او الليث الفضاء. هذا ما شاء واو فاز على كل بلاد جبناهم اليوم. هذا من ضربه واحده. تبقى قبل المقاطعه القادمه بالوميض المظلم حتكون ترى شيء عالم شباب. فاتمنى مقطع اليوم عجبكم، لا تنسوا الشير
واكتبوا في الكومنتات رايكم في قطع عبة اليوم كان على الميض المظلم. فوصلنا الختام، سلام. ما ادري وضحت ولا لا، طب انا لا اوكي نرمي بقوه مره بقوه. شوف جيب بلبل هذه بس اللي ماخر لها. واو واو لا يا شباب ما بغير. ما ينفع يا اخي كذا، هذا بابي حيخرب نظام بلابل. فسلام عليكم.